أهلا بيكم. من حوالي 3 شهور I posted a video على الفيسبوك بعنوانه My Retirement Story. حكيت فيه عن أهم 5 دروس استفدتها من شغلي خلال 34 سنة واحدة من أعظم شركات الأدوية في مصر والعالم اللي هي شركة نوفارتس. Retirement بالنسبة لناس كتير بتبقى فرصة to relax and enjoy life. أنا كمان بالنسبة لي I want to relax and enjoy life. لكن enjoying life بالنسبة لي فيها بعد أكتر إن هو to add value to others. من خلال الخبرة اللي أنا خدتها من شغلي مع نوفارتس سواء في السيلز، الماركتينج، البيزنس ديفلوبمنت، استراتيجيك بلانينج، ماركتينج سيلز أوبريشن بما فيها السيلز فورس افكتيفنس والتريننج والديفلوبمنت، ومن خلال الدراسات بتاعتي being pharmacist أو دارس جي بي اي وام بي اي، من خلال ده حبيت to add value to others. الباشن بتاعتي إن أنا to contribute to others. من هنا أسست مع مجموعة مع زملائي الأفاضل consulting firm سميناها Landmark Management Partner. Landmark Management Partner بتقدم consulting services في مجموعة من الحاجات اللي بتهم الشركات. أولاً الاستراتيجي، لأن احنا بنساعد الشركات to develop their strategy whether it's long أو medium أو short term strategy. الماركتينج، بنساعد الماركتينج تيم يعملوا الماركتينج استراتيجي للبرودكتس بتاعتهم. والبيزنس ديفلوبمنت، بنشوف مع الشركات the best portfolio that fits للorganization objective اللي هي تحقق اكتر ريفينيو وكمان تحقق البروفيت المعقول. جنب ده كمان بنقدم كونسلتنج في الاريا بتاعت السيلز فورس افكتيفنس، بنساعد الشركات نشوف السيلز فورس سايز، التريتوري الوكيشن، الانسنتيف سيستم، الريورد سيستم، الريبورتنج سيستم، كل ما يخص الفيلد فورس. كمان بنقدم بروجرامز للتريننج والديفلوبمنت whether it's regular training program او talent development program. بناخد التالنتس بتاع الاورجانيزيشن نعمل لهم بروجرام نعدهم يكونوا future leaders للاورجانيزيشن، او experiential training اللي من خلاله بنعمل شوية team building activity و outdoor activity و simulation وبنوصل المسج اللي عايزين نوصلها للteam بتاعنا. ده بالإضافة كمان لل healthcare program وبصفة خاصة ال patient support program. احنا بنقول ان احنا landmark management partner. partner يعني احنا وحضراتكم هدفنا هدف واحد، الهدف اللي هو success. عشان كده السلوجن بتاعنا بنقول bring success to life. قبل ما أسيبكم أحب أقول لكم من ضمن الباشن بتاعتنا to help the individuals to grow and realize their potential. عشان كده إحنا هنقدم لحضراتكم series من الـ human development videos، كل واحد 3 to 5 minutes هنقدمها كل أسبوع بداية من الأسبوع الجاي. أشكركم وألتقي بكم الأسبوع الجاي إن شاء الله.